السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي في كل دول العالم. إذا قسمتموني إحساسي وشعوري اضغطوا على الجرس واللايك والتعليقات التي تسعدني وتزيد من المستوى القناة على بركة الله. أقول لوليد الرقراقي مدرب المنتخب المغربي شكرا وألف شكر، لقد زرعت فينا الفرحة التي لم نشعرها من زمان، وجعلت الراية بلادنا ترفرف في السماء ترفرف في السماء. ومن كان لا يعرف المغرب فالآن يعرفه بالعزيمة والاجتهاد والتعاون وحب البلد. فالله عليك يا وليد الرقراقي، فالله عليك يا وليد الرقراقي. مهما وصفنا إحساسنا فلن نستطيع، فشكرا فشكرا أيها البطل، أيها الأسد من أسود الأطلس. ولا نريدكم أن تبكوا أو تحزنوا، فالمرة القادمة إن شاء الله كأس العالم للعرب أو إفريقيا. أنت من زرعت فيهم الأمل والإصرار والتفاؤل. نحبكم يا جنود المغرب، نحبكم يا أسود الأطلس، فدائما في القمة. ولا تنسوا الأبطال الأولين، العائلة، الأمهات الشريفات العفيفات التي تعتبر المدرسة الأولى. فهنيئا لنا، فهنيئا لنا، وشكرا وألف شكر.